السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي امنع اليوزر من تغيير الباك جراوند باستخدام الجروب بوليسي. اليوزر يقدر يغير الباك جراوند زي ما هو عايز، وعايز امنعه عن طريق الجروب بوليسي. بدخل على الدومين سيرفر مانجر، جروب بوليسي مانجمنت، وأطبق البوليسي على اليوزر أكاونت. من اليوزر كونفيجريشن بوليسي ادمنستريتيف تمبلت كنترول بانل، وبختار Prevent Changing Desktop Background. بفتح CMD، بعمل GB Update، وأروح على جهاز الكلاينت أعمل GB Update. شكرا.